يعني خليني أبدأ مع حضرتك برؤيتك لما حدث في مباراة الأهلي وصن داونز. لا طبعا هي دون تأكيد هتبقى نتيجة عالقة في أذهان جماهير الأهلي. مظبوط. هي جماهير الأهلي صدمتها مش في النتيجة، لأنه في يعني أندية بحجم الأهلي وسمعتها الكبيرة مثلا في أوروبا في أي مكان بتتعرض لمثل هذه المواقف، لأن هي دي الكورة. لكن الألم والصدمة جاية من مش التكرار بعد 4 سنين، جاية من الروح والأداء في الملعب. صحيح. بأمانة شديدة هي دي كانت المشكلة الأساسية اللي أرقت الأهلوية وعملت حالة من الارتباك، وكأنه إعادة للمشهد بشكل مختلف، زاد عليه هدفين. يعني أنت كنت يعني 1-1، 2-1، 3-1، 3-2 وقربت، ما حتى ما استفدتش من الرجعة أنك أنت حتى تكمل بالروح والإصرار بتاعك. ممكن ترجع، ده بالعكس، ده التاني بيقول لك ايه، طب هي كده، طب خلاص انا هقدر اجيب. يعني عندما يمتلك فريق في قدراته اللي هي الحاجات من مميزات النادي الاهلي التاريخيه اللي صنع بيها تاريخه، انه كان لما بيحب يجيب جول بيجيب جول في التوقيت اللي هو عايزه. وارجع للتاريخ واقرا مواقف مواسم كامله كان الاهلي بيستطيع يخلص اي مباراه. ممكن تقول انت المباراه مش هتنتهي غير بواحد واثنين وثلاثه. النهارده بتحول موقف يا كابتن اسلام، ما حدث في صن داونز يدق يعني جرس انذار في منتهى الخطوره. طبعا يعني انا عاوز اقول يا جماعه عشان بس الناس تبقى منطقيا في تناول الامر دون انفعال وهيصه على الفاضي، لا يستطيع مجلس اداره الاهلي ولا القائمين على الامر اتخاذ اي قرار وانت في نص الموسم. انت عندك 5-6 بطولات ستسعى بشكل جاهد انك انت تحقق منهم النسبه الاعلى بمزيد. فانا دلوقتي ههدم المعبد على راس الجميع وفي الاخر نقعد نضحك مع بعض. لا، الاهلي اكبر من كده. يعني الاهلي مش اول مره يمر بالمحنه دي، جمهوره والناس اللي عارفه التاريخ كويس جدا ياما مر على الاهلي مواقف كتير جدا، سنه واثنين وثلاثه غابت عنه البطولات، لكن رجع اقوى وبقى عنده مثلا. احنا وصلنا لمرحله من خيال، لو انت عملت تقرير مفصل هتجد ان الاهلي عنده حقب، الحقبه الواحده بتكون من 8 9 سنين 10 سنين بتبقى فيها بطولتين رايحين 3 بطولات رايحين. الناس مع الجمهور تعود، زادت الثقافه كمان، اختلف الجمهور، تركيبه الجمهور دلوقتي يا جماعه ما عادتش زي الاول، زي تركيبه اللعيبه. يعني انت لما تيجي تسال اي حد مسؤول يقول لك انا عايز لاعب عنده روح. انا كان ميزتي الاساسيه ان انا بقاتل لغايه الدقيقه 95 و97، انا عندي ميزه اساسيه ان اللعيب بتاعي عنده قدرة انه بيسترد الكرة بتاعته في اسرع وقت، ما بيفرطش. يعني الاحتكاك والالتزام وافتكاك الكرة بالقوة واخذها بالسرعة والضغط الرهيب، الكلام دي بدأت تقل قوي في النادي الاهلي على فكرة من ايام منذ وجود وعود منذ حضور موسيماني. يعني مع كامل احترامي لموسيماني والانجاز اللي عمله، الا انه في بعض الحاجات اللي يعني وقعت من النادي الاهلي صنعت نجومية بعض الاندية في الدوري المحلي، انك انت ما عرفش تكسبها، بتخسر معاها او تتعادل او تخرج مباراه. انت يعني عاوز اقول لك ايه، دي من الحاجات. فلما تيجي النهارده يا كابتن اسلام وتخسر من صن داونز 5-0 في 2019 وتعود الامور مره اخرى في بعد 4 سنوات يتكرر هذا، مشهد مؤلم جدا جدا جدا. وعاوز اقول لك الحاجه، الجمهور معذور، بس عاوز اقول يا جماعه حق الجمهور طبعا. طبعا لا يعني، ومن قال لك ان الاداره مش الاداره مش هتقدر تقول لك اللي عندها ايه، مش هتقول لك اللي في الغرف المغلقه. لا، في حاله حزن شديد جدا، وفي حاله وفي موقف على فكره، ولكن في مثل هذه صعب بقى على فكره. صحيح، موقف صعب يا استاذ محمود، ولكن في مثل هذه الامور وحضرتك يعني بالنسبة لي مثل كبير، بقالك أكتر من 20 25، يعني ربنا يديك الصحة والعمر، بتغطي النادي الاهلي وباسمك الكبير اللي موجود، معروف صراحتك ومعروف كل حاجه، فبالتالي عدت ظروف زي دي كتيره، ولكن في النهايه من يجد، او لو المسؤولين وجدوا حد مقصر، اعتقد ان انا يعني ما عنديش معلومه بكده، ولكن انا متاكد 1000000% ان سيكون هناك حساب وحساب عسير لاي مقصر، ولكن اختيار الوقت ده مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك. هنا الامور تحتاج الى حكمه يا كابتن اسلام، لابد من حكمه في 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 اتخاذ القرارات المناسبه. مش لازم منك دلوقتي انا اعمل ايه، لكن انا عاوز اقول لك ايه، جاء الوقت المناسب والنقطه لانطلاقه بامانه شديده وعمل مختلف عن المرحله السابقه. انت لو شفت انت اكيد يعني انت كنت نجم كبير ولاعيب كبير وعاصرت الجيل الذهبي. لا، في فرق كبير جدا يا كابتن اسلام، في فرق في المواهب، في فرق في الكوره، في فرق في الاجاده.